اقف 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 يا عم بيومي اقف، ولا اقول لك امشي شويه وهات لي وشه وهو بيضحك. كمان كمان امشي كمان كمان كمان. ايوه بس وحشتنا ضحكتك يا معلول، وحشتنا طلتك يا معلول، وحشتنا فرحتك، وحشتنا عرضياتك، وحشتنا سرهاتك، وحشتنا بليناتك، وحشتنا اهدافك، ووحشنا وجودك داخل المستطيل الاخضر في النادي الاهلي. معلول بيقرب يا جدعان، معلول دخل خلاص خاسس اهو بسم الله ما شاء الله، والدنيا كلها حواليه. كنا لحد قريب كان في عكازات، دلوقتي في جري حوالين الملعب، كمان كام يوم هتلاقيه بيلعب وهتلاقيه منور الملعب. معلول محفور في القلوب، معلول تاريخ كبير، تاريخ عظيم، وحاضر ومستقبل بإذن الله للنادي الأهلي. علي معلول ملك الحلول، وتظل الحلول موجودة عند علي معلول وعند النادي الأهلي. لكن أنا معجب جدا، لأنه في حاجة كده بنسميها بلغة كرة القدم دمران، خاسس عايز يرجع بسرعة، عايز يقول أنا هو أنا هو أنا هو نجم النادي الأهلي هو. الحمد لله على السلامة إن شاء الله، بنقولها دلوقتي كده شوية شوية معلول، وهنكترها وهنكبرها أكتر بإذن الله كمان وكمان. كنت بتفتقد كتير حتة تدريب النادي الأهلي، لكن بوري لك جزء منه دون أن نتدخل في جانب فني ودون أن نتدخل في تفاصيل، لكن بحب أوريك اللي بيحصل داخل تمرين النادي الأهلي، تسخين اللعيبة، حوار المدرب، ماذا يحدث على الدكة، تجهيز اللعيبة، المصابين، القفشات، الحاجات الجميلة اللي انتوا نفسكوا تشوفوها ونفسكوا تستمتعوا بيها. وده الحقيقة بيدينا طمأنينة إن شاء الله للي جاي، قفشة وكريم نيدفيد وعمر السلية ورضا سليم وخالد عبد الفتاح وكهربا وحسين الشحات، لعيبة كلها من العيار الثقيل، ولو كانوا موجودين مع المنتخب برضو كان هيبقى لهم دور كبير جدا. ادي الجهاز الفني بالكامل، ادي اللعيبه ما بين كبار وما بين شباب، ما بين صاعدين ما بين واعدين، ما بين متحفزين لموسم جديد، كريم الدبيس وغيرهم من اللعيبه. وادي امام عاشور اللي كتير مش عارفه دلوقتي، مش عارف شكله من النيولوك الموجود، لكنه كلنا امل وطموح وثقه باذن الله في ولادنا، في نجومنا، في كباتننا اللي ان شاء الله هيكسروا الدنيا، بيرسي تاو وغيره من النجوم مع النادي الأهلي هذا الموسم.